وفي ذكرى تفويض القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، أشاد المواطنون في مختلف المحافظات بما تحقق بعد 8 سنوات من البناء والتنمية، مؤكدين استمرار دعمهم للقيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل. نقدر نقول ان 26 يوليو جاءت بعد تفويضين او بعد موقفين هامين جدا في تاريخ مصر، وهو ثوره 30 يونيو ومن بعدها الخطاب الهام جدا في 3 يوليو. فنقدر نقول انها القشه التي قسمت ظهر البعير والتي قسمت ظهر هذه الجماعه الارهابيه وحولتها الى جماعه محظوره، جماعه مهمشه جدا جدا. بنشكر ربنا وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو فعلا عامل مجهود جبار حقيقي فعلا، لان البلد كانت في حاله من حاله سوء يعني بصراحه، يعني بالنسبه للبلد كانت متدمره وكان فيها بلطجه وكان فيها اسلحه وكان فيها حاجات كتير جدا خراب. هو الحمد لله رب العالمين نظف وطهر كل ده. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وكل التقدير والاحترام الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخطيطه الصحيح لقضاء على البؤر الإرهابية كاملة بسيناء. حابب ان انا اشكر الرئيس والقوات المسلحة على القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، واحنا كنا صح جدا ساعة لما فوضنا الجيش انه ينزل تحت قيادة حكيمة وفعلا قضى على الإرهاب، وفعلا كان كل اطياف المجتمع نزلت وبتطلب من الجيش انه يحميها ويقضي على الإرهاب ونعيش في سلام، وده احنا بنلمسه دلوقتي في التقدم اللي احنا عايشين فيه، وكل يوم من جديد لجديد ان شاء الله. الرئيس وراك وتحيا مصر. الرئيس عاوز يعمل جمهورية جديدة، الجمهورية الجديدة دي مش هتتم غير بالقضاء على البؤر الإرهابية وعلى اللي ما يسمى بالإخوان اللي هم مش مسلمين ولا ينتموا للإسلام بأي صفة. فيعني احنا طبعا كلنا ثقة وأمل في الله سبحانه وتعالى في أن الرئيس السيسي يعني ينهض بالبلد دي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو يوافق ان احنا نديله تفويض ويكون على قد المسؤوليه، هم بصراحه كانوا فعلا على قد المسؤوليه اللي احنا فوضناهم ليها، والامن والامان اللي موجود حاليا ما حدش يقدر يتجاهله، وكفايه اللي بيحصل في سيناء او اللي كان بيحصل في سيناء، ودلوقتي الدنيا في سيناء الحمد لله الحمد لله على احسن ما يكون، وطبعا ده بفضل برضو مشاريع التنمية اللي بتحصل في سيناء.